هاي ماميز، كيفكن اليوم؟ كيف كان الويك اند معكن؟ هلا اخر فيديو عن جد اخر فيديو عن ماريا موتيسوري، وهو التجهيزات المدرسية وكيف منجهز دور الحضانة او المدرسة، وشو السيئات تاع نظام ماريا مونتيسوري. التجهيزات المدرسية، التجهيز والتنظيم المادي بمدارس المونتيسوري عملت بزمانها وبوقتها، عملت ثورة وتغيير بالمدارس، غيرت شكل الكراسي، شكل المقاعد، صار في يعني صار لازم يعني المقاعد والكراسي يكونوا على حجم الأولاد، يعني المقعد والكرسي بتتغير من مرحلة عمرية لمرحلة عمرية لتناسب حجم الأولاد. ونظمت كل شيء بطريقة بتبعد الأولاد عن المضايقة أو إنهم يقدروا يمشوا بالصف بغير حرية، يعني الصفوف عندها فيها طاولات، فيها كراسي، فيها خزانات يلي بتحطوا فيها ألعاب المونتيسوري، بس لازم يكون فيها مساحة يقدروا يتحركوا الأولاد فيها بحرية. الصف من الأساس تاعه مثل الكرسي والطاولة والخزانة، كمان بالنسبة لها من الأساس تاعه لازم ينحط صحن وأبريق مي وقطعة صابون وفرشات أكتر من وحدة ومماسح ومكانس ومناشف ورفش، كل هيدا ليتشارك الأطفال بتأمين نظافة مدرستهم. ولازم يكون السبورة أو البورد تكون واطية، ما تكون عالية، تكون على ارتفاع الأولاد عشان يتمكنوا من استعمالها. وكمان لازم على الأولاد إنه يساعوا أكتر من ولد مع بعض، لازم على السبورة يقدروا يوقفوا تلميذان أو ثلاثة مع بعض، ولازم يكون في خزانات، وهالخزانات لازم تكون مناسبة لقامات الولاد الصغار وبتحيط الصف من كل الجوانب، وهي بتحتوي على جميع الوسائل الإيضاح يلي بيحتاجها الولد. كمان لازم يحتوي الصف على لوحات بتمثل مشاهد عائلية وحيوانات وورود، هيدي الوسائل بتنحصر غايتها بعملية تكوين حركات الطفل ومشاعره بواسطة تمرينات متزايدة بتنقسم إلى مجموعتين. أول وحدة من هالمجموعات بتخص الأطفال المبتدئين، بينما الثانية بتخص بالتنظيم والتربية بكل ما في الكلمة التربية من معنى. هيك بنكون خلصنا التجهيزات المدرسية، وهيك صرتوا تعرفوا لما تروحوا على حضانة على شو تتطلعوا، شو لازم يكون عندكم. وإذا قالوا لكم نحن بنعلم مونتيسوري فيكن تشوفوا إذا عندهم هالغراض، إذا مزبوط هيك الصف شكله، إذا مزبوط هيك الكراسي شكلهم، إذا في كل هالمواضيع صرتوا هلأ تقدروا تعرفوا. هلأ ننتقل على دور الحضانة، إنه الحضانة منا لتعليم الطفل المعلومات، بل هي بس بتشجعه على استعمال الوسائل المادية لاكتشاف المعلومات واكتسابها، وبتركز بمهمتها على تقديم هيدي الوسائل للطفل، مشيرة انه كيفية استخدامها عبر استعمالها امامه مرة او مرتين. يعني نحن بنستعملها قدامه مرة او مرتين، بعدين هو لازم يستعملها ويكتشف لحاله. مشان هيك المعلمة دايما بأول شي بتعمله لازم تاخد انتباه الطفل لإلها، وبعناية تعلمه على العمل، توجهه على العمل يلي بده ينعمل، بعدين هو بيتبلور وبيتمرن كيف بيستنتج وكيف بيكتشف المعلومات.
المعلمة ما لازم تتدخل بنشاط الطفل إلا بالحالات لما بيطلب منا الطفل المساعدة وبيكون عملها بس إنه تشله الشغلة يلي هو معسر فيها ما عارف يعملها، وبعدين بتتركه ما بتقول له هيدا، بس هي بتشله إياها، بتزبط له إياها، بتزبط له القطعة. بس لما بتستعمل الوسائل بالأعمال الجدية يلي خصصت لها، يعني مثلا مثل الأوزان، لما تقول لهم كيف بيستعملوا الأوزان أو لما يكتشفوا كيف بيستعملوا الأوزان عندها، أو لما ولد ينزعج من ولد تاني، لما ولد ينزعج من ولد تاني هون بتتدخل المعلمة. لما الولد ما يرجع شيء استعمله لمطرحه بتجي وبترشده كيف بيرجع الشغلة مطرحها، أو بتنبهه إنه كيف بيرجع الشغلة مطرحها. كمان شغلة المعلمة عند ماريا مونتيسوري إنه هي تسمع الأولاد هني وعم يحكوا وتصحح لهم اللغة تاعيتهم. ولازم تتعلم مراقبة الأولاد مراقبة شديدة وبانتباه شديد، لأنه لازم تشوف كل ولد كيف عم يستنتج وكيف عم يلعب بالألعاب اللي قدامه أو بالأغراض يعني يلي معه. والمدرسة مثل أي شخص آخر هي لازم تقوم بكتير شغلات مهمة للطفل، بس أهم شيء إنه هي ما لازم أبدا تقوم بالنشاط بالنيابة عن الطفل، وإلا هيدي حتشكل عقبة بالنمو تاعه. المعلمة بس تتفرج ما بتتدخل أبدا، هي المطلوب منها إنه تترك الطفل يشتغل وتحترم النمو تاعه. بالمقابل بيكون الطفل عنده هدف باللاوعي هو تنمية نفسه بنفسه، وإنه إعداد المدرس ما بيرتكز بس على اكتساب المعلومات بل أيضا على تهذيب الخصائص الخلقية عنده. ولازم لكم إنه المعلمة تعيد مونتيسوري بدها كتير شغل، يعني لازم هي تشتغل على نفسها. انتم مخيلين عندها كل هالولاد بالصف وهي ما بدها تتدخل بولا شيء، بس تعطيهم تقعد تتفرج عليهم، بس تقعد تراقبهم، وبدها اعصاب الموضوع، يعني منه شغله كثير هينه على المعلمه. مشان هيك المعلمه لازم تمرن حالها، لازم تتعلم كيف انها تقهر الغضب اللي عندها والتكبر، وانه هي بدها تساعده، هيدا كله هي بدها تمسك نفسها فيه، هيدا كله بده تمرين. يعني منه هين انه معلمة تعلم مونتيسوري. هلا حنبلش بالنقد، نقد طريقة ماريا مونتيسوري. رح نقول حسناته ورح نقول سيئاته. حسنات مونتيسوري، حسناتها انه هي تربية متكاملة جسدية وحسية وعقلية وعاطفية واجتماعية، هي بتربي الولد وبتنميه من كل جهاته، بتحترم الطفل وبتراعي الإيقاعات العمل تاعه وقدرته الاستيعابية واختياره وعفويته، وبتعامل الولد بكل احترام وبتحافظ على سلامة التعبير عنه وعلى حريته، وبتخليه عنده مفردات كتير كبيرة وكتير قوية من خلال النشاطات يلي عم بيعملها. كمان الوسائل التربوية المتنوعة بتخليه عنده ثقافة ذاتية، يعني ثقافة كيف بيلعبوا، ثقافة الألعاب، ثقافة كيف بيستعمل الأغراض، كل هيدي ثقافة تربوية. تعليق العمل بمبدأ الثواب والعقاب، ملائمة التجهيزات والنشاطات المختلفة، طرائق اللعب لقدرات الطفل ولو كان عنده احتياج خاص، لأنه هو بلشت هي أول شيء على أساس عم تعمل للاحتياجات الخاصة، بعدين تطبق مونتيسوري على الكل. بس ما ننسى أنه هيدا كل نظام مونتيسوري
يطبق على ذوي الاحتياجات الخاصة. أما السلبيات عندها فهي الصمت، إنه الصف بده يكون هادئ وساكت. الصمت كتير سيء عند عدد الطلاب بالصف، وهو بيؤدي إلى إزعاج الطفل حيث يشعر إنه في سجن وبيعتكف وبينعزل. حصريا استعمال الوسائل ضمن الأهداف، يعني الولد ممنوع يلعب بألعاب هيك لعب عبثي. نحن حكينا من قبل، إذا ما حضرين الفيديو روحوا احضروا الفيديوز اللي قبل اسمعون. يعني لازم الولد كمان نترك له حرية شوي، ما دام هي بتحب الحرية، بأنه كيف يلعب بالألعاب حتى لو ما كان هادف. إضاعة الوقت على الطلاب يلي بيستوعبوا بسرعة، لأنه هن بدهم يهتموا بالأطفال يعني اللي أقل منهم. يعني نحن عم نضيع لهم وقتهم، لأنه نحن بالعادة وإذا بتحضروا فيديوهاتي دايما بنصح المعلمات إذا كان عندكم ولد ذكي سريع البديهة كذا اعطوه زيادة عن رفقاته. حرام يعني إذا أجى لعندكم على الصف بيعرف يكتب أوريدي، ليه لا تعلموه يكتب وكيف يمسك القلم؟ ما هو بيعرف يكتب أوريدي، طوروه كبروا له الهيدا تاعه وعطوا الباقيين كيف بيعرفوا يمسكوا القلم. عند ماريا مونتيسوري ما في، لازم كلهم يكونوا نفس الشيء، وهيدا بيؤدي انه يضيع وقت الطالب الذكي او يلي بيستوعب بسرعه. تعليق المكافآت، انه نحن ما نعطي مكافآت للاولاد بيتضمن سلبيه، لانه المكافأه بتحرك نشاط الطفل. يعني اذا اعطيناه مكافآت ستيكرز جيفت وات ايفر بتشجع الطفل وبتحرك له محرك اساسي هو لنشاطه. اما المواد الصناعيه الهندسيه بتشكل عقبه امام تكيف الطفل مع الموجودات الطبيعيه. كل شيء مواد صناعيه وهندسيه يلي هي عاملتها او الطريقه تعيد حط الصف يلي بيكون لها شكل هندسي معين، صفوف المونتيسوري. وهيك نحن بنكون خلصنا كل شيء خاصه بمونتيسوري من الالف الى الياء. هلا صرتوا تعرفوا، اذا فتوا على مدرسه قالوا لكم نحن بنعلم مونتيسوري صرتوا تعرفوا كيف تسالون اسئله علشان تتاكدوا بعلموا مونتيسوري ولا لا من الاجوبه تاعولن. صرتوا تعرفوا اذا فتوا تفرجتوا على المدرسه من شكل الصف بتعرفوا اذا عن جد هدول بيعرفوا طريقه مونتيسوري ولا ما بيعرفوها. من الالعاب اذا فرجوكم العاب مونتيسوري صرتوا تعرفوا شو لازم يكون موجود بالصف شو لازم يكون ما موجود بالصف. مشان هيك هلا صار عندكم معلومات كامله، وين ما رحتوا على اي مدرسه لازم تعرفوا الحقيقه او ما حقيقه الحكي يلي عم يحكوا. وهيك مثل العاده نوصل لختام هيدا الفيديو، وبتمنى انه تكونوا استفدتوا من هالسلسله من 3 اجزاء. وبحب لكم ميرسي